احنا جايين تنشتغل هون بس علاني بهالوقت ما في دولار ما عم بيعطونا دولارات عم بيعطونا اللبناني اللبناني كانه نص وما عم نشتغل يعني كانه عم نشتغل بلاش ما بيكفينا ما عم نقدر نبعت على بلدنا باللبناني نشتري دولار يعني 100 دولار عم نشتري 420 ألف مش عم نقدر نعيش بهالوضع مش هيك بدنا نفل خلص ما في شيء باللبنان يعني هلا السفارة ايه عم يساعدونا بالسفارة يعني عم قسم اللي سجلين اسمهم بالسفارة عم بيكدون مرتين اجت الطيارة اكدتهم بسبابيت وحدة راحوا وهيك السفارة ماشي لأنه ما في دولار بجيب السرعة بالتاكسي بزيت هون شوفي بتجيب أولادها نصيا بتزيد هون ما حتزيد